يخش الإنسان في صدره يفضح وجهه. لو ينشر الرأس كان شريت رأسك بمالي كله. يا ريت تكون شرات اللي أتمناها. حياتك أنت عايبتنك مو بعايبتني، حياتي أنا عايبتني مو بعايبتنك. لو تبدلت الروس بروس يا سلطان تشوف دنيا ما تعيبك. قول الحمد لله الله أعطاك أكثر عن الناس. اللي ناقصني شيء موجود فيك، واللي ناقصنك أنت موجود عندي أنا. قول لي وين؟ أنا منزل يديك أقول لك شنو السجينة، أقول لك شنو السجينة من أدوائي، أقول لك أخوك ما عرفه وين، ما عرفه وين. إيه نعم، إيه نعم، كنت ناوي علي نهي قشرة، لكن من شفت بدمارة طايح، شليت أختي ويا تهلي. اسمعني، أنا من مصلحتي أن أخوك يتم بخير، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يثبت أني أنا بري من دمه، ويقدر طلعني من الحبس. تفتكر أن أنا ما أشتكي عليك قبل أن أعرف الحقيقة؟ اسمعني عاد، صرت أدور أخوك سار. عندك عوار راس وبيزات ثقيلة يبالها راس ثقيلة شلها، وأنا ريال راسي على قدي. ليش تبيع اللي شهرنك؟ حاشا لله ما بعت ولا ببيع. شور علي؟ في شو طال عمرك؟ بغيت دبة. دبة كلها مرة واحدة؟ يا أبوك بتغصبها؟ قصدي بيتي كفيني. ما ظني بيبان الدبة مسكرة في وجهك. خايف؟ ما أدري. صفنيتك تصفالك الدنيا. حاس إني محتاج إنك وايد. لو بغيت أشتري لك بيت دالي أنا حاضر. شو أسوي بالبيت؟ واللي عطاني إياه ربي الحمد لله مكفني. بعدين لو بعيش ما ظني بعيش أكثر من العمر اللي عشته، وأطلع من هالدنيا لها ولد ولها تلد. وسليمان؟ سليمان قريب من أهله. شكلك نسيت الرمسة. لا ما نسيت. تريا هني لما يشتري بيت وتجيب سليمان وتعالجه وخلاف خبر أهله.